السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية. لدينا حديث مهم جدا ومميز، نتحدث فيه حول أين نضع الحاجز الملكي أو حاجز الملكات في الخلية العرضية، وكذلك نتطرق إلى موضوع مهم جدا، كيف نقوم بترتيب الإطارات داخل الخلية العرضية حتى نجيش النحل ونحصل على عسل بشكل وبكميات كبيرة، وأين نضع الأساسات الشمعية، درس مهم جدا وتطبيق عملي من أرض المنحل. مشاهدة ممتعة. مرحبا. طبعا كما تشاهدون هذه خلية عرضية، طبعا كان في نفس هذا الموقع خلية بعاسلة، لكن أحببت أن أقوم بنشر فيديو حول ترتيب الإطارات داخل الخلية العرضية حتى يستفيد جميع الإخوة النحالين. وكما تشاهدون الآن هذه الإطارات الموجودة الآن هي التي كانت موجودة في صندوق التربية. هذا إطار فيه حضنة ومغلقة ويرقات كبيرة في السن. كما تشاهدون الآن نقوم بدفع الأساس بالخلف، وهذا الإطار الثاني شمع أساس مبني بالكامل، ويوجد فيه يرقات بعمر كبير وبيض. طبعا كنت وضعت ثلاثة أساسات في صندوق التربية، وهذا هو الترتيب الصحيح كما تشاهدون الآن. انظروا هذا الإطار، كذلك أساس وضع حديثا وهو مبني الآن بشكل ما يقارب 80%، وفيه تقريبا قليل من البيض من الجهتان، وكذلك الإطار الذي يليه وعبارة عن أساس أو الأساس الثالث، سنقوم برفعه حتى تشاهدون ذلك. طبعا مبني بس بحدود 50% تقريبا، هكذا نقول 50%. هذه الخلية خلية جيدة ومميزة في المنحل. تبقى معنا الإطار الأخير الذي هو يعتبر في الأمام، نقوم برفعه حتى تشاهدون. هذا الإطار يحتوي على حبوب لقاح وعسل من الجهتان، لذلك أقوم بوضعه في المقدمة. سأقوم بإعادته مكانه، نضم بس الإطارات مع بعضها. أقوم الآن بدفعها إلى مقدمة الصندوق عند فتحة السرور. الآن هذا هو حاجز الملكات. طبعا حاجز الملكات هذا قمت بقصه على مقدار الإطار، ملتصق بجدران الخلية وملتصق بالغطاء من الأعلى حتى يمنع الملكة من المرور إلى الجهة الأخرى.
طبعا هذا الإطار كله عسل، بس إن التصوير لا توجد إضاءة جيدة. سنضعه خلف حاجز الملكة مباشرة. هكذا قمنا الآن بحجز الملكة عن العبور إلى الجهة الأخرى. طبعا الآن نقوم بإحضار باقي الإطارات التي كانت في العاسلة ونرتبها في هذه الخلية. هذا إطار فيه عسل تم ختمه من الأعلى. طبعا التصوير كان من الصباح الباكر، لذلك الإضاءة ضعيفة ولا نشاهد لمعان العسل كما يقال. وهذا كذلك إطار عسل. يعتبر الإطار الثالث الذي كان في العاسلة. نحضر باقي الإطارات حتى تكتمل الخلية. وهذا كذلك إطار مختم بقليل من الأعلى. نقوم بضم الإطارات مع بعضها. نحضر إطارا آخر. الخلية خلية جيدة وتجيش أول بأول. ندخل الموسم بتجييش والنحل، وبنفس الوقت الحصول على كميات كبيرة من العسل. هذا إطار كذلك فيه عسل. بدأ بالتخطيط من الأعلى، ويعتبر الإطار الخامس. تبقى تقريبا إطار واحد وهو الأخير. البعض سيرى سيقول لا يوجد عسل لأنه لا يرى وجوده في العيون السداسية. هذا ممتلئ بالعسل، انظروا هذا مختم ولا يظهر العسل بالأسفل. هذا هو يعتبر الإطار الأخير. نقول بسم الله ما شاء الله. 6 إطارات عسل. تم وضع الحاجز الملكي في الوسط ما بين التربية والعسل. هذا الإطار الأول كما تشاهدون هو إطار فيه حبوب اللقاح، الثاني أساس، والثالث أساس، والرابع أساس، هؤلاء أساسات مبنية، والخامس حضنة مغلقة ومفتوحة، والأخير أساس. ثم بعد ذلك وضعنا الحاجز، حاجز الملكات، ووضعنا 6 إطارات عسل في الأخير. طبعا أقوم بتقديم تغذية بروتينية لأن حبوب اللقاح ضعيفة هذه الأيام بسبب قلة الأمطار أو توقف الأمطار، لذلك المناخ له تأثير في تقدم الطائفة أو تأخرها. ونسأل الله أن يغيثنا بالأمطار حتى يستفيد الناس ونستفيد جميعا. طبعا هذا حاجز من العازل، نوع كبير أو فخيم، 15 ملي تقريبا أو 10. نضعه في المؤخرة آخر إطار حتى نضم النحل ولا يتشتت في الخلف الفارغ. ونقوم ب طبعا سيتساءل البعض لماذا أضع بعض الأعواد فوق الخلايا. طبعا الفكرة من وضع الأعواد حتى يتحرك النحل بسهولة ويتنفس بأريحية فوق الإطارات.
الآن نضع عازل، هذا يعتبر عازل هناجر، أضعهما بين الغطاء الخارجي والإطارات. ثم بعد ذلك نقوم بوضع الغطاء الخارجي فوق الخلية. بإذن الله أنكم استفدتم من هذه الدرسين الذي تحدثنا فيهما حول وضع حاجز ملكات للخلية العرضية وترتيب الإطارات وإنزال الأساسات أو أين ننزل الأساسات الشمعية. دمتم في رعاية الله وحفظه. تحيات المهندس عبد الرحيم الجابري من اليمن.